السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيفيتنا تاع نهار اليوم، ولا البوستر اللي حبيت نشاركه معكم اليوم هو تاع الفريسة تاع الفخيز. دونك عنده مكونات خفاف، حتى هو يجي خفيف وبنين صراحة. دونك المكونات اللي نحتاجهم لهذا البوستر هدايا، عندي اول حاجة نديرها نسبق في الفلان. الفلان راح نديرو بالماء، مش راح نديرو بالحليب. دونك هنايا انا يديت نص ريتلة تاع ماء، عندي هنايا لاغون تاع لي فريز، عندي السكر حسب الذوق تاعك، عندي هنايا 4 مغارف كبار تاع فلان تاع فريسه كما راكم تشوفوا فيه هنايا. عندي لي فريز، يعني نحتاج كميه هكايا نقطعها. اما بالنسبه للكريمه اللي راحين نديروها لداخل، راحين نحتاجو هنايا 400 غرام تاع فرماج فخي، هنايا نحتاج 200 غرام تاع سكر غلاس، و 200 غرام تاع كريمة سائلة ولا كريمة باراباتي. هادو هما المكونات تاعنا اللي نحتاجوهم. دونك أول حاجة نبداو بها هي الفلان. دونك نديروه في كاسرونة، نديروه فوق النار بيان سور، ونعاود نولي معاكم. اول حاجه نديروها هنايا كما قلت لكم الفلان هو اللي دونك ندير هنايا الفلان تاعي. نضيف عليه حوالي هكاك 3 مغارف صغار تاع سكر، لاغون تاعي، هاد لاغون تعطيلو بنه هايله. ونضيف هذا كله، نديرهم فوق النار ونخليهم يطيبوا. هنا يا سيبون كي لحد مرحلة الغليان سيبون طفي عليه. تاني مرحلة نجو نديروها، هنا خديت انايا الكيسان تاوعي، راحين نحطو فيهم شوية تاع الفخيز على حساب شحال حبيتي، دبري راسك انتيا، تحبي تعمريهم، تحبي شويه، تحبي بعد ما نعمروهم. هنايا الفلان تاعنا بعد ما طيبناه نكبو شويه في كل كاس. هكايا ونخلوهم يبردو باش من بعد نمرو نديرو الكريمه اللي قلت لكم عليها. دوكا في بول ولا كاش حاجه هكايا نحطو فيها الفرماج تاعنا. كما قلت لكم انايا هنايا ديت 200 غرام، 400 غرام عفوا، مع 200 غرام تاع سكر غلاس، 200 غرام تاع كريمة ليكيد. انتم تحبوا تضعفوا الكمية ضعفوا بالحسابات وضعفوه. هنا عندي سكر غلاس تاعي، نزيد معاهم هذيك الكريمة ليكيد، راح تجي واحد البنه روعه. دوكا بالخلاط الكهربائي نطلع الكريمه تاعي، انا نطلعها باش ما نديرش عليكم الحس ونرجع معاكم بعد. هنايا بعد ما خلطنا الكريمه تاعنا، انا هنا درتها في لابوشادوي باش تجيني فاسيل، يعني باش نعمر الكيسان تاعي. دونك نروح هكايا، جات بزاف بزاف خفيفه ما شاء الله.
هنا مجرد إضافة. أنا هنا عندي المرميلادة تاع الفريسة. هنا عندي كريم شونتيي يعني غير زيادة باش نحط الحبة تاع الفريز، يعني غير باش نزينوها برك. يعني درت حبات على الفريز، تحبي تقطعيهم تحبي ديريهم حبات كيما حبيتي ديري. التزيين دائما وابدا يكون اختياري. شوف كيفاش خرجوا ما شاء الله، خرجوا شابين. انا وحده من الناس يعني شهاوني. هنا عندك وريقة نعناع حبيت نديرها كإضافة، يعني حتى النعناع الريحة تاعو واش نقول لكم راهو يشهي غير على تاعي. نتمنى ان شاء الله التحلية تاعي تكون نالت اعجابكم، جربوها. يعني تحلية خفيفة ما تديش بزاف من وقتكم، جربوها. الوليدات صغار تاني تيحبوها. لهذا الحد نكون كملت معكم لا فيديو تاعي. نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم الى عدد جديد ووصفه جديده بحول الله. يلا بسلامه البنات.